كان بي معكم بفقره ميد ان لبنان. رح نتعرف على برودكت كثير انترستينج، واكيد لكل اللي بيعرفني قديش بحب الحيوانات، وانا بقدم كمان فقره باتس على طول، بكون بحب كون اب تو ديت، اعرفكم مش بس على قصص بفقره باتس عن التيبس، بحب كمان اعرفكم على برودكتس جديد من خلال ميد ان لبنان. رح نتعرف على فؤاد باسيل اليوم، عامل لوبات بيسترو مش لحاله، رح نعرف هو مين. لوبات بيسترو تريتس بيطيروا العقل اورجانيك لكل الكلاب اللي عندنا اياها، يعني شيء جديد. اكيد عم نسمع بكثير براندز جديد عم ينعملوا كرمال التريتس، بس في شيء عن شيء بيختلف، رح نعرف شو هو اللي بيميز لوبات بيسترو هلا مع فؤاد. كيفك فؤاد؟ هاي كيفك؟ نفخت لك منيح في الأرض. منيح. يعني انا بحب كثير الحيوانات، بحب الكلاب، وكثير اشخاص عندها كلاب بالبيت، والتريت هو شيء موجود بكل البيوت على الطالع والنازل نعطي تريتس. كل شيء بنشره من السوبر ماركت منه محبز انه ينعطى كثير للكلاب، لانه مش معروف شو الانجريدينتس المضبوطين فيهم، كيميكلز يمكن بشكلوا مشاكل صحيه لكلابنا وبيأثروا لهم حياتهم وبنقضيها رايحين جايين عند الفيت. لوبات بيسترو كيف طلعت بالفكره؟ امتين بلشت؟ شو عم تعملوا؟ هلا بلشنا لوبات بيسترو باكتوبر 2020، كانت ماي بزنس بارتنر اليان كلبه عنده كثير مشاكل من وراء هالتريتس اللي كنت عم تحكي عنهم، كوميرشال تريتس من السوبر ماركت وهيك. فقررت هي، كان وقت كورونا كلنا قاعدين بالبيت وهيك، قررت انه خلينا نحن نعمل تريتس كرمال كلبه، ونحن كومبايند عندنا 4 دوجز هلا صاروا 5. فبلشنا هيك، ما هيك وصلنا بركه لبكتنا على فبلشنا بكلابنا وبعدين مش الحال، فقلنا هيك عم نطعم كلابنا، خلينا نبلش نطعم كلاب العالم. طلعنا بالفكره انه بس اونلاين، ما كنا عاملين ستادي للماركت، ما كنا بنعرف شيء حوالينا، كان بس انه هيك انه نجرب ومشيت. يعني بلشوا العالم they were very interested online، ولوكال بزنس انه بلبنان كثير بحبوا يساعدوا. صح يعني صح، فهيك بلشنا، هيك كانت البدايه تبعنا. يعني من تجربه كثير صغيره لبيرسونال اكسبيرينس لشيء تجربه شخصيه طلع معكم هذا الشيء اسمه لوبات بيسترو. وطورنا حالنا كثير يعني اوفر ذا ييرز، يعني نحن هلا باكتوبر بيصير لنا 4 ييرز، وبتعرفي لبنان طلوع ونزول وهيك. أكيد. بس هذا اليان، اتس ا نايس ايديا. يس هذا اليان. هاي اليان لما جت معك اليوم؟ كان عندها شيء فما قدرت. كان عبالنا نتعرف عليك يا اليان، بس اكيد انت يعني نعمل لك هاي. اوكي ايه، فهيك وبلشنا اول شيء بغير باكجينج، يعني وي كام ا لونج واي. اكيد واحد ببلش بشيء بيرجع بعد 4 سنين بتحسن كثير. احنا فتنا وبلشنا الماركت ستدي ونشوف الكومبيتيشن وهيك. هذا البيفور الافتر، هو البيفور والافتر مزبوط. هيك كان الكيس تبعنا البيفور، كل الباكجينج اللي عم نشوفهم هلا بالاسواق عم بيكون هيدا اللي exactly. يمكن لانه سعره رخيص، سعره يمكن لانه افوردبل، مزبوط، وبيقدر يعني بيقدر يكون حد اللي عم بيعمل سمول بزنس، عم بينطلق من بيته، عم بيعمل شيء بالاول، اكيد مش حيكون قادر بكلفه انه يفوت بشيء هالقد. مزبوط. هلا نحن كمان الشيء اللي كان الدافع انه نغير، لانه من شي سنه تقريبا بلشنا نصدر على سلطنه عمان وعلى قطر، سو بيجبروك بنورمز معينين، انه مجبور من ورا يكون مكتوب كل شيء، مجبور المويستشر، هو القصص. وتقول لك شغله، هدول التفاصيل لازم يكونوا موجودين حتى عنا، مش اكيد اذا بدنا نصدر، لانه بحق له اليوم اللي عم بيشتري يعرف مزبوط. شو موجود بهالباكجينج، انت شو عم تعطي، شو عم تقدم، لانه ديتيل صغير معقول يشكل خطر مزبوط. على الفات تبعنا، لانه مثل ما نحن عندنا الرجيز هن عندهم الرجيز. وبحس خلال الوقت الواحد اللي عنده بات، واكيد كل اللي عندهم بات بيعرفوا انه هن صغار ولا يكبروا بتصير تلاحظ سيرتن الرجيز عندهم اياها، وقت ياكلوا شيء بيعملوا رياكشن. فاكيد واللي بيميزهم اكيد انه كلهم ناتشرال. نحن الفكره تبع بات بيسترو انه اتس ا سنجل انجريدينت بروتين، يعني نحن بنستعمل جست وان بروتين واتس هيومن جريد، يعني القصص اللي نحن بناكلها هن بياكلوها. يعني فور اكزامبل التشيكن جيركي هي تشيكن بريست، اوكي، وير فيري كمان كريتيكال على القصص انه ما في فات كثير، لانه اليوم كمان بلبنان في كثير عالم ما بتعرف، يعني يمكن في عالم كثير بيطعموا وكمان ما بيركزوا على شو في بقلبه الكيس، انه مثلا سعره منيح هيك يلا. فمثلا البيف جيركي نحن شهبايه بنستعمل، انه البورك فوفيلي يعني ما اتس بيسترو، يعني فكره كمان انه تكون شوي ريفايند، تكون صح. شوي انه 100% وما تخافي من شيء، لانه اتس جست وان انجريدينت، يعني مش معقول يكون في شيء عم بيعمل حساسيه زياده. اوكي واتس ناتشرال 100%. طيب رح انت اول ما بلشتوا اكيد بلشتوا بفليفر وحده ورجعتوا تطورتوا. صح. شو بلشتوا اول شيء؟ بلشنا بالتشيكن جيركي وبالبيف جيركي. اوكي رح نبلش نشوفهم معنا بس هيك تكون عندنا فكره. اول شيء لنقول عندنا 1 2 3 4 5 هول الكلاسيك رينج. هلا في عندنا بعض قصص بزره ودينان ارانب وهيك، بس انه هلا حبينا بس هول الكلاسيك. شو يعني بزره؟ سمكه البزره؟ سمكه البزره ايه كمان.
ديهايدريتد هيك بتجي صغيره فور تريننج يعني على السريع. اوكي ليه ما جبتهم معك؟ ما هو اللي هلا عاملين هلا نيو كولكشن يعني هلا الجديد حنعملهم بغير كيس انا بعضهم شوي على الكيس القديم بس ليك فكره كثير مهضومه للتريننج وكثير ماشيه وهلا عملنا مول كمان بلو ليبت مسل مهضومين كثير اوكي طيب رح نبلش هلا بالبيسكس اللي هن التشيكن جيركي وقلت لي البيف البيف شو لونه؟ حمرا اوكي سو اول شيء الباكجينج مبين انه بينضغطوا بيان انه بيبقى البرودكت منيح قد ايه بيضاين 1 year اذا فتحته يس حتى لو مفتوح سنه بس تفتحيه بيضاين بالبراد هلا فيك تحطيهم مش بالبراد لانه هو دي هايدريتد هلا كمان بخبرك على يلا على لكن عندنا هيدا التشيكن جيركي وعندنا البيف هو اللي بحس انه يو كان نيفر جو رونج مع البات لانه ما في كلب ما بحب البيف والتشيكن هو اللي طعمتين ما في بات بيشمهم الا ما بيركض وبده اياهم هو اللي اساسيات يكونوا موجودين قلت لي انه بيكونوا دي هايدريتد صح بيكون دي هايدريتد جرب نفسر اكثر شيء هلا في عندنا اذا بتشوفي هلا هيك التكستشر يعني تبعها بتحسيها ناشفه هلا في كثير محلات بيقولوا لك انه في عندهم لك ريحتها جست فيها روزماري صح بنحط عليها روزماري شوي هيك من فوق اوكي لك شو مهضومه فالفكره انه في عندك كمان تريتس بينعملوا بيكونوا شوي سوفت اوكي هلا الاثنين منيح بس انه السوفت بيكون فيها يا مويستشر باقي زياده يا بيكون فيها شيء اديتيف نحن تبعنا ما فيهم شيء مش هيك عندهم هالكرانشي تيست وشيلين المويستشر منها كرمال تايداينو اكثر بلا ما نضطر نحط بريزرفاتيفز معهم يعني ما بدنا نحط شيء نحن كان اصلا بحس البات الكلب بينبسط لما يكون عم بيقرق الشيء اكثر هلا ايه في عالم بيخافوا على كلاب ويصير يقول لك انه كلابه بس انه بس انه بالنهايه الكلب بياكل عظم وهيك قصص مشكله العظام مشكلة عظام اكيد بس قصدي لا انه كتكستشر وايز اتس جود بتعقد رح اجرب طقه بس خلينا نشوف انه ما فيها شيء it's crispy it's dehydrated وريحتها كثير طيبه صراحه ما لنا مزنخه ما في ريحه تشيكن على فكره من البروسيس تبعنا بننظف مثل ما بننظف للعالم الأكل. يعني إيه كل شيء يعني مش انه لانه في شغله انه الكلب كمان اليوم مثل ما نحن بنتضايق هو بيتضايق يعني it's very important انه شو ما تكون عم تشتري له ان كان دراي فود ولا تريتس ولا شو ما عم تعطيه من هو بابي ليكبر بدك تنتبه شو عم بتعميه يعني بليز اقروا من ورا شو هن الانجريدينتس وحتى حاطين نحن قديش كل وزن لازم الكلب يعطي انه عارفينش انه كل small size 1 per or 2 per day medium size 2 يعني to 3 large 3 to 4 وكثير يعني zero additives وبعقد عن جد ورجعنا نزلنا من بعدها 2 اللي هن وايلد بور اللي سونجليه هذه رح اقدر افتحها اوكي بس رح فرش كمان البيف لانه كمان الكلاب بحبوا البيف بيف تجي ستيك طويله مثل هاي هذا كيس البيف لونه احمر اوكي بيف شو باي ريحه بيف ريحه بيف اوكي وكمان التكستشر تبعها ادبل وما كثير بتمنى قاسي كثير وبتاكل اوكي نرجع بننقي غير شيء عندك هلا الوايلد بور والرابت الوايلد بور هو السونجليه يعني الخنزير البري اوكي الكلب بياكل خنزير هلا هول انعملوا تقول لك شغله الوايلد بور والرابت هن هايبو الرجينيك رينج انعملوا لل كلاب اللي عنده حساسية على الدجاج اللي عنده حساسية مزبوط في كلاب عنده حساسية مزبوط. على الكلاب وعلى الكلاب على الدجاج أو اللحمة في عنا رابت ووايلد بور وخنزير هول دير نوفل بروتين الكلب مش دائما معود يكلهم ما هم موجودين بهز افري داي ميل سو ما بيكون عنده جسمه ما بيكون عنده حساسية عليهم سو بيقدروا اذا مش قادرين يعطوا تريتس من غير دجاج او هيدا في عندهم اوبشن كمان انه اوكي فيري انتريستينج انا كثير بحب اذا تريتس يكونوا شيء ناتشرال هوم ميد لانه كل شيء موجود بالسوق كارثه وفي كثير كلاب عن جد انتبهوا للموضوع قد ما بيعطوهم تريتس للتريننج وليتر اون بصير الكلب معود وعم بينقوا وعم بيعوق انه بده كثير تعطيه بس ليسكت بعدين بيلاحظوا انه عنده مشكله بمصارينه بصير عنده يمكن مشاكل ثانيه فهيدي الشغله حتى بالدراي فود انا ماني مع الدراي فود لحاله انا مع انه ينمزج مع هلا بنحكي كمان يلا نلحق شوي مع الوقت اللي عندنا اياه اخر تو فليفرز هن بورك والفيش وايت فيش والبورك يعني الخنزير الخنزير العادي يا ويلي الوايت فيش هو مسكر طالع ريحه السمك اوكي هلا فهمت عليك شو قصدك هالكاميرا هيدي الوايت فيش الزرقاء والبورك يعني هذا الشيء بيقول لنا عندنا 6 فليفرز 6 كلاسيك فليفرز يس 6 كلاسيك فليفرز بيرجع بيجي بعدين في عنا بذرة قصبة دجاج قصبة لحمة وعنا كمان الترشيه تبع الدجاجة والدينان كمان دينان مين؟ دينان يا بيف يا رابت اوكي حيعلم انه في عنا تشكيل اذا حدا بده يعني عم نجرب نحن هيك كثير منيح في عندك برودكت كثير انترستينج كمان عم تعملوه على جنب غير التريتس اللي عم تعملون شغلة كثير انترستينج ضروري نحكي عنه
الميل توبر. فسر لي اكثر. هول الميل توبرز كمان معمولين سنجل انجريدينت، ما فيهم الا البروتينز، يعني الدجاج، الدجاج وقصبه، السردين وسمك، بيف وليفر. هول بينعملوا تينحطوا على الدراي فود من فوق اذا الكلب كان نيقه بالاكل، بس اكيد مش دغري. يعني اول شيء بدهم يشوفوا اذا نوع الاكل اللي عم بيجيبوه منيح، اذا الكلب ما عنده مشاكل صحيه، واذا انه ما في شيء انه بخوف، ساعتها بيقدروا يستعملوا دغري. لانه في عندك اوقات بيكون كلب باشي ما بياكل، مش حلو تجبريه انه ياكل. اكيد، لانه هول دير فيري ناتشرال. وكانك عم بدل ما تحطي له دجاج مثلا بتحطي له باودر وبيضاينه سنه، انه الدجاج اذا بدك تحضريه بينتزع مجبوره تخلصيه قبل. هيدا ملعقه واحده فوق الدراي فود وخلص. يعني لكل كلب عنده مشكله اكل ما عم بيقدر ياكل دراي فود وعم بيعذبكم، وعم تضطروا كل مره تجيبوا شقفه الدجاج، لانه في كثير بيقولوا انه بحط له الدراي فود بيشمون ما بده ياهون غير ما تو ميكس دم مع دجاج او لحمه او تونه ليقدر يتقبلون. وحتى اوقات شو بيصير، الكلب ذكي انف انه ياكل الدجاج واللحمه ويترك الدراي فود. فاذا عم توقعوا بهالمشكله وكلبكم عنده اياها انه ما عم بيعذبكم بالاكل، هول الميل توبرز خليني بس فرجيهم، هن الحل لهذا الموضوع. اكيد they are natural ingredients، ما ابدا ما بيأذوا، بالعكس بيكونوا عم بيستفيدوا منهم، grain free، gluten free، no additives or preservatives. هيدي بتحطوها فوق الدراي فود او حتى فوق الميل كله، فوق الميل كله. حتى بيقدر يكونوا عم بتعطيهم انت شيء از اكسترا بروتين، يعني اكسترا بروتين لانه بيمشوا فور دوجز اند كاتس، حتى التريتس كمان. اوكي، التريتس هول بياكلون البسينات بنشقف لهم صغير. عندنا كثير نحن، انا ليتو بقدر اعطيه عندنا كثير. شو اسمه؟ ما انا كنت جاي لك ليه على طول التريتس للكلاب ولا مره بنلاقي تريتس للبسينات؟ هي الميس كونسبت انه الجيركيز هن للكلاب، بس هن لا للبسينات كمان. نحن في عندنا كلاينتس من دبي حتى بيجوا لهون وبياخذوا بيروحوا لهونيك وبشقفون صغير يعني وبيعطون للبسينه. طبعا كثير منيح، ما البسين بياكل دراي فود كمان. سو فرجينا الصوره يا رتروت الضروري. في صوره نشوفها، يا الله شو ما هدوم، هذا شو مول؟ هدول المول، هول البلو اللي بتمثل. لا كثير كثير هرق. هذا الكلب اسمه ددروب. هذا ددروب، ددروب الكلب المشهور. الكلب المشهور بتعرف انه ددروب طلع معي بفكرة بات، عن جد كان جاست معي بفكرة، وانا مفكره اصلا مش بلبنان. سو بس وين هي بوستد ذيس بيكتشر قلت اوكي انه من هون. كثير مهضوم، كثير مهضوم، وكان يعني معي جاست 100%. ميل توبرز كثير مهمين. في عنا مثل ما قلنا البيف اللي بيحب اللحمه، فيكم تاخذون البيف مع البيف جيركيز. في البورك بتتاخذ مع البورك جيركي. اوكي، نعمل هيك ريفيو سريع. الفيش مع الفيش جيركي كمان اذا، وفيكم تنوعوا كرمال الطعمه. هيدي التشيكن مع التشيكن، هول توبرز. واكيد عندنا الربت وعندنا البور او الخنزير. فؤاد يور دوينج ا جريت جوب عن جد، يعني اربع سنين وان شاء الله اكيد انا ام فيري شور انه رح يكون في قصص اكثر واكثر. هلا بعد في شغله واحده بس هي الفريش فود. هلا بلشنا بالبروسس بعد اتس ان ذا فاينل فيزز للفريش فود. بعد ما طلقناها بعدنا عم نجرب للعالم شوي وهيك، بنجرب ناخذ هول هن بنجرب ناخذ كم سيرتيفيكيت يعني. وهذا الشيء اللي قلناه انه عن جد اتس ماست، انه مش بس يبقى الكلب على الدراي فود، لازم يفت له انجريدينتس طبيعيه، دجاج، فيجيتابلز، قصص تفوت على جسمه طبيعيه مطبوخه كرمال صحته تكون احسن ويعيش اكثر. ما لازم يضل على الدراي فود. ذا بيت بيسترو هي البيج على انستغرام لكل اللي حابب يسال اكثر، او يو بليس ان اوردر على انستغرام. فيكم تتواصلوا مع فؤاد اكيد، وانا اكيد بتاخذوا اول كيس ورح احضركم تاخذوا على طول، لانه اتس بيست اوبشن، سيف وطيبين لل الكلاب اكيد بينبسطوا فيهم. كل شيء اباوت ام بعقد. جود لك فؤاد، ثانك يو لوجودك معنا. هذه كانت فكره ميدان لبنان، رح نروح بريك وبنرجع بنكمل.